السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مش مصطفى؟ تفضل. حياك الله. وحياك الله يخليك. لو سمحت مش عندي سؤال بخصوص الطلاق اللي هو بيقع في المحاكم المصرية. الخلع ده. الساعات المحكمة بتحكم بالخلع والزوج ما بيكونش موجود ومش بيرمي اليمين، يعني مش بيقول كلمة الطلاق، فهل الطلاق ده يقع ولا غير جائز؟ يقع، قضاء القاضي يقع. أسألك الآن سؤالا، لك أخت أو لك بنت زوجها كل يوم يضربها ضربا شديدا مبرحا ويسرق أموالها عنوة، ويريد أن يفعل معها أفعالا محرمة في المعاشرة، طلبت الطلاق لم يطلق، رفعت قضية الخلع لم يحضر، وبعد ذلك القاضي طلقها، هذا التطليق يجوز ولا ما يجوز؟ نعم. واقع ولا مش واقع يعني؟ واقع. خلاص انت الأمر. إذا طلاق القاضي واقع. طب ولو كونه ما حضرش يخصه. ما كانتش فضيلتك الأسباب دي موجودة. ها؟ يعني المحامي اللي بيرفع بيقول طلاق للضرر. ما هو شوف يا شوف الكلام، في فارق بين هذا الذي ذكر وبين محامي زور. محامي زور ايضا الطلاق واقع والاسم على من زور. الله يسلمك.